السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سعادة السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء دولة المجر. عبد الفتاح السيسي ورا زجبتم يا رب كستار شاشاق عالنكا فيكتور أوربان مجر وساق منستر عالنكا. الآن نبدأ مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الجانب المصري والمجري. مش أكز دو ديك زال عيراش تسلمونيا سا مش مجالا بوداش أجد إرتش سانيك نيلات كوزات زاجبتم يا رب كستار شاشاقش مجر وساق كزات. الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة المجر الذي سيعد إطاراً لرفع مستوى العلاقات بين البلدين ويعكس المستوى المتميز من العلاقات الحالية. يتفضل بالتوقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما يتفضل بالتوقيع سعادة السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر. أشكر ألشبان السيل أشكر بارتنر شغلوا ليش أجد ميكوديش رسولو مجعل بوداش مجر أوساق إيش أجيب توم يارب كستار شاك كزت أمي أكيد أوساق كزت فن علو مي غزدا شاقي إيش شوك ترولة تكتيرو كابشولات نكزل مي يتشي رسول أجيب توم يرسلو أز على عيرو كستار شاق عنك عبد الفتاح السيسي ور مجر أول دارول أوربان فيكتور مينستر عنك ور لسه على عيرو. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية يوقعها عن الجانب المصري الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يوقعها عن الجانب المجري السيد بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجرية. فليتفضل بالتوقيع. ما شدك بقى على بوداش ساندك نيلات كوزات ازات ومن رجيا بيك ايش فالهاسنار ورول ايش از اكتتاشي ترواتن تورتن اجيب ميكوديش رول على ايرو اجيب تومي اولدر رول محسن شاكر المقربي الكتروموش ايش انرجيا مينستر ور مجر اولدر رول سيارتو بيتر كل غزداشاق ايش كل مينستر ور ايري على. مذكرة تفاهم في إطار برنامج المنح الدراسية ستيباديوم المجري للأعوام 2023-2026 يوقع عن الجانب المصري الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
كما يوقعها عن الجانب المجري السيد بيتر سيهارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجرية، فليتفضل بالتوقيع. Stipendium Hungaricum megállapodás megújítása a 2023-tól 2025-ig terjedő tanévekről. Egyiptomi oldalról az aláíró dr. Ayman Ashour felsőoktatási és tudományos kutatási miniszter úr, magyar részről aláíró Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter úr. مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة يوقعها عن الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، كما يوقعها عن الجانب المجري السيد بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة. إفيوشاجي megállapodásnak a megújítása aláírók egyiptomi részről Szemes Sukri külügyminiszter úr, magyar részről Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter úr. مذكرة تفاهم في إطار برنامج المنح الدراسية ومذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة. Felsőoktatási tudományos munkaterv 2023-25-ig. مذكرة تفاهم حول برنامج التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2023-2026. Felsőoktatási és tudományos munkaterv 2023-tól 2026-ig terjedő tanévekre. Aláíró egyiptomi oldalról Dr. Ayman Ashour, felsőoktatási és tudományos kutatási miniszter, magyar félről aláíró Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter úr.